الحمد لله مزيان تخرج حتى وليداتك ما تخاف حتى من شي حاجه. والو ما كيبانليش كاين الامان، خصنا شويه ديال البوليس ولا السيكوريتي على الاقل باش يوفروا لنا شويه ديال الامان. بحال هاد المخاطر اللي كيكونوا تيكونوا دراري مخدرات، تيكون بزاف ديال الحوايج، هذا هو. الصراحه ما كنشوفوش شي حاجه اللي كتدعي على اننا نخافوا، المكان امن والناس فرحانين، كلشي كيلعبوا مع وليداتهم كيغيروا الجو، ما كنشوفش حاجه كتدعي على اننا نخافوا. حاليا انا دابا من قبيله وانا كندور يعني الصراحه هاد الله ما كاينش شي حاجه اللي تخلع ودور انت وليداتك امن، هو بصراحه هاد الله ما كاينش، ولكن الانسان دابا وعاش شويه يمكن اللي ما كاينش رجال الامن من قبيله وانا كندور يعني ما صادفتش حتى شي واحد. ولكن واش بان لك شي رجل شرطه شي رجل امن هنايا؟ صراحه ما رديتش البال، باش نكون واقعيه ونكون صريحه معك ما رديتش البال، ما كاينش، ما كنشوفش، ما كاين حتى شي شرطي. انا عاد غنرد البال، ما كاين حتى شي شرطي، خاص يكون من الافضل خاص يكون، لان حتى دابا هذا الوقت هذا ولا شويه بنادم كيخاف، واخا دابا حنا الحمد لله ما حطناش في راسنا شي حاجه ديال الخوف، ولكن من الافضل انه يكون رجل امن باش الانسان كيزيد اطمئنان. وبعد خطرات كتشوفها يعني راه علاش دابا انا كنخرج مع وليداتي، انا راه مره وكنبقى كندور في جنابي ياك ما، ولكن ما عندك ما دير، شنو غادي دير؟ كاين الامن وكاين رجال الامن تيجيو لهنايا تيدوروا كل ربع ساعه او تقريبا كل ثلث ساعه تكون الدوريه، وعندنا معاهم اتصال يعني في حاله اي حاله اللي ما كتكونش انورمال تنعيطوا لهم تيكونوا معنا في سميتو سير بلاص، وبالدقيقه يعني تبارك الله عليهم صراحه. تحيه لرجال الامن، لحد الساعه ما كاينش، ولا الا كانوا شي انفلاتات هذيك الانفلاتات راه حاجه طبيعيه، إذا ما وقعت هنا غادا توقع في الشارع، غادا توقع في أي بلاصة أخرى، غادا توقع. إنما فقط حساسة كاينين وليدات صغار، يعني ضروري ما يكون أكثر أماناً. من طبيعة الحال كاين الأمان، ولا لحد الساعة تقريباً ما تشكى حد، وما كنتسناوش حنا باش نخليو الإنسان غادي يجي يتشكى. ما تنتسناوش باش يتشكى، حيت إلا تشكى كاين المشكل. حنا ما تنبغيو نتفاداو ذاك المشكل. والحمد لله كاينين الناس ديالنا الشخصيين سميتو، وكاين رجال الامن هذوك راهم قايمين بالدور ديالهم على اتم وجه.